المنتبهين لحماية كركوك ومواطنيها من عصابات داعش الإرهابية. تفاصيل أوفى مع يشار خالد. جدد رؤساء العشائر في كركوك دعمهم ومساندتهم قوات البيشمركة البطلة، وهم يسطرون أروع المناحم والبطولات والدفاع عن كركوك وأهلها دون تمييز. نبارك لقواتنا المسلحة قوات البيشمركة الذين يدافعون ليلا ونهارا عن مدينة كركوك، ونحن نائمون قرير العين في الليل والنهار محافظون لأموالنا وأنفسنا وأعراضنا، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل قواتنا من إخواننا وأبنائنا من البيشمركة. رؤساء العشائر ثمنوا المواقف البطولية للأجهزة الأمنية من الشرطة والأسايش في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك جنبا لجنب مع قوات البيشمركة البطلة، ووقوفهم بحزم واقتدار ضد اعتداءات العصابة الإجرامية الإرهابية. احنا كرؤساء القبائل والعشائر في محافظة كركوك زرنا قاعد شرطة محافظة كركوك مع قسم من الأحزاب السياسية، وذلك لدعم الأجهزة الأمنية في محافظة كركوك من الشرطة والأسايش وإدارة كركوك، لأن القوات جميع هذه القوات في معارك في حدود كركوك، حيث لم يبقى إلا فرصة قليلة للقضاء على داعش، وهذه المواقف لا ننسى، وإن الشعب الكركوكي بالأخص مديون إلى القوات البيشمركة وقوات الأسايش وكافة قوات الشرطة. قوات البيشمركة هم الحصن الحصين لهذه المدينة المباركة مدينة كركوك، وليل نهار هذه القوات تدافع عن هذه المدينة، عن شرفها وعن كرامتها، ومحافظين على ممتلكات أهل المدينة بدون تمييز بين هذا كردي أو عربي أو تركماني أو شيعي أو سني أو مسيحي أو كاكي أو كلد آشور صابي، فهم يحافظون على هذه المدينة بكامل مكوناتها. ولا ننسى أيضا فضل قوات الشرطة في داخل المدينة وقوات الأسايش، حقيقة لهم باع دور فعال وباع طويل في حفظ واستقرار هذه المدينة المباركة. ملاحم قوات البيشمركة أصبحت مبعث فخر واعتزاز لجميع مكونات كركوك. يشار خالد، فضائية كركوك. نفذت قوات شرطة طوارئ كركوك عملية دهم وتفتيش في حي الخضراء بالمدينة فجر اليوم بقيادة العميد خطاب عمر مدير شؤون أفواج طوارئ شرطة كركوك، وأسفرت